مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من سلسلة تاريخ الكان المخصص للنسخة 20 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. بعد نسخة تونس اختيرت الأراضي الجنوب إفريقية لتكون مسرحا للبطولة الإفريقية الأغلى التي عوضت آنذاك المنظمة الأصلي كينيا بسبب ظروف مالية. وشهدت النسخة المذكورة التي احتضنتها جنوب إفريقيا خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و 3 فبراير عام 96 في أربعة مدن وهي جوهانسبورغ وديربون وبلومفونتين وبورت إليزابيث. شهدت إذن قرارات غير مسبوقة من الكاف أبرزها توسيع دائرة المنتخبات المشاركة لتشمل 16 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. تم توزيعهم على أربع مجموعات وشارك في تصفيات المؤهلة للكان 42 منتخبا للتنافس على 14 مقعدا في النهائيات. ولم ينجح المنتخب المغربي في نيل بطاقة التأهل بعد اكتفائه بالمركز الثالث للمجموعة السابعة خلف المتصدر بوركينا فاسو ووصيفه الكوت ديفوار. بالعودة إلى النهائيات ضمت المجموعة الأولى منتخبات جنوب إفريقيا ومصر والكاميرون فضلا عن أنغولا، فيما جاء في الثانية منتخب زامبيا والجزائر وسيراليون ثم بوركينا فاسو. في حين عرفت المجموعة الثالثة حدثا لن ينسى بعد أن قرر حامل اللقب المنتخب النيجيري الانسحاب من البطولة قبل انطلاقها بأيام بسبب توتر العلاقات بين البلاد وجنوب إفريقيا آنذاك. لتتكون المجموعة المذكورة من ثلاث منتخبات وهي الغابون والزاير وليبيريا، فيما ضمت الرابعة منتخبات غانا وتونس والكوت ديفوار فضلا عن الموزمبيق. وتآلى عن المجموعة الأولى منتخب البلد المستضيف جنوب إفريقيا كمتصدر بست نقاط متبوعا بالمنتخب المصري بنفس حصيلة النقاط مع امتياز نسبة الأهداف لصالح البافانا بافانا. وفي المجموعة الثانية عبرت زامبيا في الزعامة بسبع نقاط متفوقة على صاحب المركز الثاني المنتخب الجزائري بفارق الأهداف، فيما تأهل عن المجموعة الثالثة منتخب الغابون والزاير ثانيا بثلاث نقاط. ثم المنتخب الغاني تصدر المجموعة الأخيرة بالعلامة الكاملة مرفوقا بنظيره التونسي ثانيا بأربع نقاط. في الدور ربع النهائي تأهلت جنوب إفريقيا لمربع الكبار بانتصارها على الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، وغانا على حساب زاير بهدف دون رد، وزامبيا تفوقت على مصر بثلاثة أهداف لواحد، ثم تونس فازت على الغابون بالركلات الترجيحية بأربعة مقابل واحد بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بهدف في كل مرمى. في المربع الذهبي واصل المنتخب الجنوب إفريقي تألقه بثلاثية نظيفة على حساب غانا، فيما ضمنت تونس تأهلها لنهائي بانتصارها بأربعة أهداف مقابل هدفين على المنتخب الزامبي الذي حقق المركز الثالث في البطولة بفوزه على غانا بهدف نظيف في مباراة الترتيب. في الثالث من شهر فبراير احتضن ملعب البنك الوطني الأول بجوهانسبورغ المعروف حاليا باسم سوكر سيتي بعد أعمال توسعة وصيانة لتجهيزه لمونديال 2010. احتضن إذن حينها المباراة النهائية بين صاحب الأرض المنتخب الجنوب إفريقي ونظيره التونسي، إذ كان يبحث كل طرف عن تحقيق لقبه القاري الأول آنذاك. وبعد شوط أول انتهى على وقع البياض نجح المنتخب الجنوب إفريقي في حسم الأمور لصالحه بثنائية من اللاعب مارك ويليامز في الدقيقتين 73 و75 ليؤدي بلاده اللقب الإفريقي الأول في تاريخه. واكتست صدارة قائمة الهدافين ثوبا زامبيا عنوانها اللاعب كالوشا بواليا الذي اختير كأفضل لاعب كذلك برصيد خمسة أهداف متبوعا بصاحب الثنائية في المباراة النهائية مارك ويليامز ومواطني جون موشوي أما النسخة 21 فلعبت كذلك في بوركينا فاسو عام 98 والتي سنستعرض أبرز تفاصيلها في العدد القادم من سلسلة تاريخ الكان. إلى اللقاء.